بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن المجرات والدخان. مثل ما تلاحظون في الصورة، هذه مجرة أم 82، وهي مجرة تبعد عنا 12 مليون سنة ضوئية. والعجيب أن العلماء عندما حللوا هذه الصور وجدوا أن طبقة هذه المجرة حولها طبقة كبيرة من الدخان الكوني اللون الأبيض مثل ما تلاحظون، تمتد ل20 ألف سنة ضوئية. هذا الدخان هو مكون أساسي من مكونات الكون. صراحة ما نقول له سبحان الله، الذي أشار في آياته وجود دخان كوني في السماء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سورة فصلت آية 11. يقول في آية ثانية، يقول تبارك وتعالى في آية ثانية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سورة الدخان من آية 11. يقول العلماء أن هذا الدخان الكوني من الممكن أن يصل فوق كوكب الأرض قريبا، والله أعلم.